قالت الهند إنها ربما تلجأ لمصادرة أصول مجموعة فودافون إذا لم تدفع الشركة ضرائب متأخرة لديها ومتنازع عليها تقدر ب 2.1 مليار دولار. فودافون ثاني أكبر شركة للمحمول في الهند كانت من جانبها قد بدأت إجراءات التحكيم الدولي ضد الضرائب المستحقة في عام 2014. ويعود النزاع بين فودافون والسلطات الهندية إلى استحواذ فودافون على حصة 67% لشركة هوتشيسون وامبو بحوالي 11 مليار دولار.